رجل كان أم فتاة، أعز ما يملك الشخص في حياته هو أمه وأباه، ولا يختلف اثنان منا على هذه المعادلة الإنسانية أبدا، بحيث من يفقد كلا والديه أو أحدهما لا سمح الله يبقى طوال عمره يشعر بالحسرة والأسى والحزن عليهما، فلا سعادة حقيقية إلا بوجودهما. وعلى نقيض ما تحدثنا به ومن جديد، مشهد يدمي القلب لمسنة عراقية رصدتها عدسات المواطنين في العاصمة بغداد، وحيدة دون طعام أو ماء أو فراش أو مأوى، فقط كرسيها المتحرك، بعد أن قام أبناؤها برميها وحيدة على قارعة الطريق دون أن يرتجف لهم جفن، دون أن يرتجف قلبهم، دون أن يفكروا ما الذي سيحصل معها إن تركوها وحيدة هكذا على الشارع. قيل أن هذا الفيديو بالقرب من مرآب النهضة وسط بغداد. هاي المرأة من البارحة اليوم ذبوها أهلها، ذبوها ولدها. زين، يصير هاي الأم هاي بالنهضة من البارحة اليوم، ولا تقبل نعطيها مي، لا تقبل أخذها المكان، لا تقبل أوديها الدار العجزة. يعني ما أدري والله، الله لا يوفقك ابنها، والله لا يوفقك يا بنتها. هاي المرة ظالة من البارحة اليوم على هذا الكرسي ونايمة هنا بالشارع. زين، هاي من البارحة اليوم هسه تقولها قعدي، قولها شو اسمه، هاي بس اريد اشرها بالبيت حتى العالم تعرف. زين، الله لا يوفقكم، هاي هنا بالنهضة ومن البارحة لليوم. حجي قاعد هنا بالبيت. ها حجي احبيه. ها عيني احبيه. ضعها ماش نحكي، يلا اش تحكي، اش تحكي وياهم، الله لا يوفقكم. احبيه شلون الله يرحمنا بعد. هاشتاج رفعه ناشطون في السوشيال ميديا وأرفقوا معه المقطع المصور لهذه الحاجة التي رميت وحيدة تحت أشعة الشمس الحارقة في الصيف. الحادثة هذه وقعت منذ يوم الخميس الماضي، ولا تزال حتى هذه اللحظة حديث العراقيين في منصات التواصل الاجتماعي وفي الشارع أيضا. كم هائل من الشتائم والانتقادات وجهت لأبناء المسنة التي لم يعرف ما هو السبب الحقيقي الذي دفعهم للقيام بفعلتهم هذه. ردود أفعال وكومنتات كثيرة وقفنا لكم على بعض منها، نبدأها مع عباس البصراوي. يقول عباس في تعليقه: شلون بعد الله يرحمنا، ولكم هاي الأم ما تتعوض، هاي جزات الترباية، جزات الحمل والتعب والسهر. تعليق من زهرة: لا إله إلا الله، صدق كذي، هذه وين تروح حوبتها؟ أكيد كلها من وراء النساوين والنسابة، ما طول ولدها وبناتها اللي رموها. تعليق آخر من شجن: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يبين حوبتها بجهالهم إن شاء الله، مهما يكون ومهما سوت إذا وياهم وإذا بحياتها، بس مو أسوي بيها هيجي. تعليق من مهند الجبوري يقول: حوبتها تبين بيهم، إذا مو بالحاضر بالمستقبل، والله وصى بالوالدين لذلك ما راح يتوفقون، وكما تدين تدان.